السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات تانية ثانوي. معكم ميسيو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسيو محمد شعبان. إن شاء الله النهاردة يا شباب معنا مع مواقف الدرس الثالث من الوحدة الرابعة. وقبل ما نخش على المواقف بفكركم يا شباب إن الفيديو اللي فات كان عن شرح قواعد الدرس الثالث من الوحدة الرابعة. هسيب لكم اللينك بتاعه في علامة الأي فوق عشان اللي ما شافوش يرجع يشوفه الأول. وقبل ما نخش على طول على الفيديو بتاع النهارده هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه عندنا يا شباب في المواقف دوموندي دي فير او نو كيلك شوز، ازاي نطلب فعل شيء او لا، ازاي بنقول الكلام ده. جو تو تليفون سوار، انا اكلمك بالتليفون هذا المساء. قال له نو، لا نيمابيل با، لا تتصل بي. جو دوا فير مي ديفوار، انا اللي يجب ان اعمل واجباتي. تاني موقف يا شباب بيقول ايه، اكسبريمي ان اكسيو ريسونت، يعني ازاي تعبر عن شيء لسه واقع حالا، لسه عامله دلوقتي. تو فا فير لا فيسيل، تو فا فير هنا طبعا مستقبل، اللي زائد المصدر. تو فا فير لا فيسيل، انت هتغسلي الاواني. قالت له جو فيان دو لا فير، انا لسه عاملاها، او لسه عاملاها. تمام، هنا طبعا ده زمن ماضي حديث، البيجي هو من فينير دو زائد المصدر، وهنا لا دو الضمير عايد على لا فيسيل. الموقف الثالث يا شباب بيقول فير دي ريكومونداسيو، ازاي نعطي توصيات. توماس بروستوا لي دون، اغسل اسنانك ابري لي ريبا، بعد الوجبات. قال لها داكور ماما، ماشي يا ماما. أربعة ديموندي اي دوني ان كونسي، ازاي تطلب وتعطي نصيحة. جبرو لوبيس بورالي شي توا، انا اركب الاتوبيس عشان اوصل. نو نبرون با لوبيس، لا تركب الاتوبيس. فيان اون مترو، تعالى في المترو. سبلي رابيد، انه اكثر سرعة. صفحة المواقف الثانية يا شباب، اول موقف فيها بيقول ايه، تو فيان دو فينير تون ريبا، انت لسه مخلص الوجبات بتاعتك. كيسكو تو كيسكو تا مير تو دي، ماذا والدتك هتقول لك، يعني انت لسه واكل ووالدتك هتقول لك ايه. هتقول لك اغسل اسنانك بروس توالي دون، و او في لا فيسيل اغسلي الاواني، ليف توالي ما اغسل ايدك. رقم اتنين تو فا باسي لو ويكوند شي تا جاروند مير، انت سوف تقضي، طبعا هنا مستقبل، انت سوف تقضي يوم العطلة عند جدتك. كيسكو تا مير تو دي، ماذا والدتك هتقول لك. في تون لي، رتب سريرك. لاف توالي ما ابري شاك ريبا، اغسل ايديك بعد كل وجبه. نيتو كوش باتار، لا تنام متاخر. الموقف الثالث تو فا او جيمناس بور لا بريمير فوا، انت تذهب الى صاله الالعاب الرياضيه للمره الاولى. كيسكو تومبيرتو دي، ماذا والدك يقول لك. مي تون سيرفيت مو، يعني البس الترنج بتاعك. دوش توا، استحمى. ابري لونترينمون، بعد التدريب. نوبلي با تي باسكي، لا تنسى الحذاء بتاعك. رقم اربعة تو ا رونديفو امبورتون، انت عندك ميعاد، كلمة رونديفو يعني موعد على بعضها، انت لديك موعد مهم. كيسكو تون بير تو دي، ماذا والدك يقول لك. هيقول لك ابيل توا بيان، البس كويس. مي ان كوستيم شيك، ارتدي بدلة شيك. نو تو ليف با او ديرنيير مومون، لا تنام في وقت متأخر. رقم خمسة يا شباب تو كونسي اتونامي دو ديكوري سا شومبر، انت بتنصح صديقك ان هو يزين حجرته. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول. اكروش ان تابلو، علق تابلو. فيكس دي ريدوروز، يعني ثبت ستائر وردية. مي ان تابيبلو، ضع سجادة زرقاء. رقم ستة تو انديك ان بياتون كومون تالي او تياتر، انت تبين الى احد المرة كيفية الذهاب الى المسرح. ماذا انت تقول. بريني ستري اجيسكو فو، يعني خذ هذا الشارع حتى الاشارة. بريني لا بريمير رو ادروات بوي علي تو دروا، خذ الشارع الاول على اليمين ثم امشي على طول. علي تو دروا، امشي على طول. بوي تورني اجوش، ثم حول على اليسار. رقم سبعة تو تليفون اتون كوبا، انت بتتصل بصديقك. مي، لكن. اني بقى لا ميزو، ليس هو في البيت. كيسكو سون بير تو دي، ماذا والده يقول لك.
نيكولا فيان دي سورتير، نيكولا لسه خارج، نيكولا اوكليب، نيكولا في النادي، نيكولا نيبالا ليس هنا. رقم 8 على فان ديكور في نهاية الحصة، لبروف دون دي ديكومون داسيو اوزيليف، المدرس يعطي نصائح او توصيات الى التلاميذ، ماذا هو يقول؟ نوبليي با لي ديفوار بوردما، لا تنسوا واجب بكرة، سورتي اون اوردر اي اون سيلونس، اخرجوا بنظام وبصمت. رقم 9 تو دوموند ادونامي دو تي دي افير تي ديفوار، انت بتسأل او بتطلب من صديقك ان هو يساعدك في عمل الواجبات، كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ جو في فينير شي توا سوسوار اسيتير، انا سوف اتي عندك بالليل الساعة 7. داكور جو في تي دي، انا سوف اساعدك. ديزولي جي بوكو دي ديفوار، اسف انا عندي كثيرا من الواجبات. اتوم وا اتاميزو سوسوار اسيتير، انتظرني في بيتك الساعة 7 مساء. رقم 10 يا شباب، تو نكسبت بالان فيتاسيو دان كوبا، انت لا توافق على دعوة صديق، كيسكتو دي، ماذا انت تقول؟ جو ميكسيز، انا اعتذر. جي رانديفو امبرتو، انا عندي موعد مهم. ديزولي جو في الا لوبيتال افيك مونبير، اسف انا سوف اذهب الى المستشفى مع ابي. اكسكيوز موا، اعذرني. جي ان كنترول دوما، انا عندي امتحان بكره. بعد كده يا شباب سؤال الايميل، مديني هنا ايميلين كفكره عن الدرس. اول ايميل بيقول بونجور، صباح الخير، جو فيان دو ريغاردي ان بو فيلم، انا لسه مشاهد فيلم جميل. اتوا، وانت؟ او تو فا الي دوما، اين انت سوف تذهب بكره؟ اي كيسكو تو فا فير لا، وماذا انت سوف تفعل غدا او هناك؟ قال له، سالوه، جو فيان دو لير ان ماجازين، انا لسه قارئ مجله. جو في الي الكسندري دوما، انا سوف اذهب الى الاسكندريه بكره. جو في ناجي افيك ليكوبا، انا سوف اعوم مع الاصدقاء. ابلوس، الى اللقاء. تاني ايميل عندي بيقول سلو، مرحبا، وجي بو باسي لو ويكوند، اين انا استطيع ان اقضي يوم العطله؟ كيل فيتمون جو دوا ابورتي، اي ملابس انا يجب ان ارتدي او يجب ان احضر؟ اي كيسكو تو مي كونسي، وماذا انت تنصحني؟ سلو، جي بو باسي لو ويكوند او بور دو لامير، تو بو باسي لو ويكوند او بور دو لامير، انت تستطيع ان تقضي يوم العطله على شاطئ البحر. تو دوا ابورتي دي تيشيرت، انت يجب ان تحضر تيشيرتات اي دي جينز وجينزات، بنطلون جينز يعني. مي دي صندل التردي صندل اي برون دي لينيت دي سولين، ارتدي او البس صندل وخذ نظاره الشمس بتاعتك. او ريفوار، الى اللقاء. تعال نشوف الموضوع بقى او السوجيه اللي عندي، بيقول مديني هنا تلات انواع او تلاتة فكرة عن الموضوع بتوع الدرس. اول واحد بيقول تو فا باسي لو كوند شيتي جاروند بارو، انت سوف تقضي يوم العطلة عند اجدادك، طبعا هنا الجملة في المستقبل خلي بالك. تاميرتي دون دي ريكومونداسيون، والدتك تعطيك نصائح، هتقول لك ايه؟ لاف توالي ما افون دي مونجي، اغسل ايدك قبل الاكل. بروس توالي دو افون دي توكوشي، اغسل اسنانك قبل النوم. فيتون لي، رتب سريرك افون دي كيتي تا شامبر، قبل مغادرة حجرتك. رونجي بيان تا شامبر، رتب كويس حجرتك. نيتوكوش باتار، لا تنام متأخر. رقم 2 تاميرتي دون كيلكي كونسي بور ريغاردي تا شامبر بيان رونجي، تامير والدتك تعطيك نصائح لكي تحافظ على حجرتك مرتبة جيدا، برضه هتبقى الجمل في الامر تديك نصائح. بس لاسبيراتير، اخلص بالمكنسه الكهربائيه. نوليس با لي فينيتر اوفيرت، لا تترك الشبابيك مفتوح. ميتي فيتمون دال لارموار، ضع ملابسك في الدولاب. رونجي تي زافير، رتب اشيائك. اي ميتي ليفر، وضع كتبك سير لي تاجير على الارفف. فيتون لي افون دي سورتير، رتب سريرك قبل الخروج. الموضوع الثالث يا شباب بيقول لو بروفيسور في دي ريكومونداسيون اوزيليف اون كلاس، المدرس يعطي نصائح الى التلاميذ في الفصل. طبعا يا شباب تلاحظ ان التلات موضوعات كلهم عن الامر، تمام؟ لازم أن تبقى عارف ازاي تحط فعل في الامر وازاي تعمل جمله امريه. عارف ايه الير اوليسي، اوصلوا المدرسه في الموعد. ني بافاردي با اون كلاس، ما ترغوش في الفصل. ايكوتي بيان ليكسبليكاسيون،
اسمعوا كويس الشرح. ليفي لا مان بور ريبوندر ان كيستيوم، ارفعوا اليد لكي تجيبوا على سؤال. نوبلي با فو ليفر، لا تنسوا كتبكم. فيت فو ديفوار جور بار جور، يعني اعملوا واجباتكم يوم بيوم. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا الفيديو، خلصنا المواقف والمقالب بتاع الدرس الثالث من الوحدة الرابعة. ان شاء الله الفيديو القادم يا شباب هيكون عن حل تمارين الدرس ده. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، واكثروا من الصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.